تتكاثر فيها أغنى أنواع الحياة على الأرض وأكثرها تنوعاً، ويترتب على هذه الخصائص انفجار دائم للأصوات والألوان والحركة والنشاط. إذا كان هناك شيء واحد يميز الغابات المطيرة فهو أبعادها وكثافتها. عمالقة هذه المملكة هي الأشجار، أوراقها عريضة ودائمة الخضرة، وهي التي تشكل هذا المشهد، وفي نهاية المطاف حياة كل الكائنات الحية التي تقطنه. وللماء وجود دائم، مما جعل هذا النظام البيئي يتميز بالسيولة الواضحة. الماء هو جوهر الحياة الأساسي والمادة الوحيدة التي تدور حولها حياة الغابة. الأمطار لا تتوقف عن الهطول، في بعض الأيام القليلة في السنة لا تتساقط الأمطار حتى ولا على شكل رذاذ، أما السائد فهو الأعاصير العاصفة العنيفة على هذه الأدغال. الأمطار مستمرة لا يتوقف هطولها، لكن يبدو أن كل الكائنات هنا لا تقلق حقيقة من تساقط الأمطار، ولا تتباطأ وتيرة حياة الحيوانات البرية بسببها. تماسيح كايمن الأمريكية الاستوائية المذهلة بالتأكيد لن تؤجل موسم تكاثرها. تقوم بتعليم منطقتها عن طريق تحريك فكها في الماء لتصدر أصواتا تحذر منافسيها وتنصحهم بالابتعاد. وبينما تنهمك التماسيح في تحديد حقها من النهر، تدرك طيور البلشون أنها ليست في خطر. هذا البلشون النمري عاري الحنجرة يبحث عن وجبة. هذا الصنف من الطيور مستوطن في أمريكا الوسطى ويعيش في قنوات مياه الأدغال الواسعة وحولها. يصطاد عادة الأسماك عن طريق طعنها بمنقاره الحاد كالحربة، إلا أن المخلوقات المائية الصغيرة آمنة. سلطعون متخف بين فروع الأغصان ظن أنه آمن، إلا أنه أصبح وجبة غداء لطير البلاشون. يبدو أن هناك توقفا للأمطار الآن، بضع قطرات فقط تتساقط الآن من أوراق الأشجار. الشجيرات الصغيرة تحت الأشجار الكبيرة متناثرة، إذ بالكاد تصل أشعة الشمس إلى أرضية الغابة حيث تحجبها الأشجار الكبيرة. يمكن تمييز شكل حيوان التابير وهو الخنزير البري في أمريكا الجنوبية. إنه أثقل وأضخم حيوان في الغابة الأمريكية، حيث يصل وزنه إلى 300 كيلوغرام. يتجول خنزير التابير بحرية فوق أرضية الغابة بحثاً عن الأوراق والفاكهة المتساقطة. لديه خطم صغير ومتحرك وحساس للغاية يساعده على الاختيار بين النباتات الهائلة والمتنوعة، وهو قبل كل شيء يفضل الأوراق الطرية التي تشكل ما يصل إلى 65% من حميته. يفضل التابير أيضاً الأراضي القريبة من الماء والتي لا يشكل العثور عليها مشكلة في الغابة. يعيش حيوان الطمندور الشمالي أيضاً قريباً من النهر. تبدو هذه الحيوانات بخطمها الطويل ومخالبها التي لا تتناسب مع حجمها غريبة حتى في الغابة. منظر سحلية الإجوانا الخضراء مخيف، ومن الممكن أن يصل طولها إلى مترين.
عند الفجر تستمتع بحمام شمسي فوق أعلى الأغصان قريبا دائما من النهر. تبقى ساكنة بدون حركة حتى تقترب درجة حرارتها من 30 درجة مئوية، عندها فقط يمكنها أن تتحرك بحثا عن الطعام. الذكور المدهشة أكبر حجما من الإناث، وتقوم بتعليم منطقتها عن طريق رفع وهز جنيح ذقنها ورفع ساقيها الأماميتين لتخويف خصومها. لكن هذا الإجوانا جائع، وأثناء وجوده على الأرض يقرر أن يجمع الثمار الناضجة من أشجار النخيل والأشجار الأخرى. على الرغم من مظهرها الكبير فهي نباتية بشكل صارم. هذه الزواحف العملاقة متكيفة بشكل جيد مع الغابات المطيرة الأمريكية، فيمكنها السباحة والغوص في الأنهار، ويمكنها الجري بسرعة كبيرة وتسلق الأشجار بفضل مخالبها الحادة. آن الأوان لتعود إلى أعالي الأشجار، فذلك هو المكان الذي تقضي فيه معظم أوقاتها. وفي قمم الأشجار نجد أكبر تنوع بيولوجي في الغابة، حيث يصل ارتفاع المظلة إلى 50 متراً وتشكل غطاء دائما. حسب بعض الإحصائيات فإن 40% من جميع أنواع النباتات على كوكب الأرض موجودة في الغابة المطيرة. قردة سعدان العنكبوت أسود اليدين هي أسياد هذه الحديقة الجوية بلا منازع. لقد تكيفت أجسامها على حياة الأشجار بطريقة مدهشة. فبالرغم من كونها من أثقل قرود العالم الجديد، حيث يصل وزن الواحد منها إلى 9 كيلوغرامات، فإنها رشيقة جداً. أحد الأسباب التي جعلت هذه القردة تتنقل بسرعة فائقة بين الأشجار يوجد في يديها، فلديها إبهام لا وظيفي قصير جدا بالكاد يظهر، ولكن الأصابع الأخرى طويلة وقوية للغاية ومنحنية على شكل خطاف. بهاتين اليدين تتأرجح على الأغصان بأمان وسرعة هائلة. أحد الأسباب الأخرى لتكيف القردة على حياة ظل الغابة يوجد في ذيولها. تعيش طيور الأوروباندولا في غابات أمريكا الوسطى المطيرة. هذه الطيور الملونة ذات التغريد المميز تبني مستعمراتها في أغصان أطول الأشجار وأكثرها عزلة. إنه إجراء أمني ممتاز. بعيداً عن ضجيج الغابة في الأسفل، تنهمك المستعمرة في إنجاز مهامها اليومية كبناء الأعشاش أو إطعام الفراخ تحت أعين الذكور الساهرة. تراقب الذكور السماء حذراً من المفترسات ولطرد الطفيليات بأنواعها. تغرد وهي متدلية من العش أو الغصن بوضع مقلوب، وتفتح جناحيها لتستعرض ذيلها الأصفر الفاقع الذي أخذت منه اسمها. لتعويض الطاقة التي استهلكت أثناء الاستعراض، تطير إلى الأشجار القريبة لتقتات على أصناف متنوعة من الفواكه وأيضاً من الحشرات والرحيق. وللطعام أهمية أخرى، إنه يستخدم كهدية للفوز بقلب الشريكة المحتملة.
يتغذى القرد العنكبوتي أيضا على لب الفاكهة التي يفضل أن تكون لحمية وناضجة، مما يتطلب البحث في مساحات شاسعة من الغابة للعثور على القوت. إنها تقطع كيلومترين يوميا من الغابة بحثا عن الفاكهة. نظامها الغذائي الذي يتكون من الفاكهة يعني أن على هذه القردة تحديد ومعرفة أنواع كثيرة من الطعام وحفظ مواقع وجودها. يعتقد بعض العلماء أن متطلبات التعلم والحفظ هذه تضع السعدان العنكبوتي في المرتبة الثالثة من حيث الذكاء بين الرئيسيات غير البشرية بعد قرد الأورانغوتان والشمبانزي. تعيش قردة السعدان العنكبوتي تحت تهديد ونعمة دائمين، الأعاصير الاستوائية. لقد تكيف سكان الغابات المطيرة مع العواصف الغزيرة وكذلك مع الأمطار الأكثر اعتدالاً ودواماً. وهكذا تسير الحياة على قدم وساق. تنسج أنواع مختلفة من العناكب بيوتها الواهنة رغم قطرات المطر المتساقطة. تبحث قردة سعدان العواء عن الفاكهة بين أشجار المومبين، الأغصان المبتلة لا تشكل لها أي مخاطر أثناء الحركة. وعلى أرضية الغابة ينقض طائر السمان بسرعة على الفاكهة المتساقطة التي تجذب الحشرات. عندما يتوقف المطر يجب على العناكب أن تجفف سيقانها وأقدامها قبل أن تبدأ ترميم نسيجها. أسفرت العاصفة عن بعض الضحايا، لكن هناك دائما من يستفيد من مصائب الغير كالنمل. الأمطار تغذي الأنهار والجداول والقنوات الوفيرة التي تفيض وتغرق أماكن كثيرة من الغابة حسب شدة الأمطار وزمنها. تمتزج التيارات المائية مع الغابة نفسها. نشاط بعض الأنواع كسعدان العواء له أهمية حيوية في انتشار وتوزيع العديد من أصناف النباتات. تطفو بعض الفواكه في مجرى النهر فيبعثرها الماء إلا إذا التقطتها أعين جائعة. تتساقط فاكهة أخرى على الأرض، ويمكن للنحل الذي يخشاه الجميع أن يأكل منها حتى الشبع، فلا أحد يجرؤ على إزعاجه أثناء ذلك. أحواض الأنهار التي شكلتها هذه الغابات الاستوائية الجديدة هي من أكبر الأحواض ضخامة من حيث إزاحة المياه على هذا الكوكب. البازيلسك سحالي كبيرة تعيش على شواطئ الأنهار الاستوائية في أمريكا الوسطى، وهي رشيقة وسريعة وتعتمد على التمويه للاختفاء عن الأنظار. كحيوانات الراكون التي تتغذى على سرطان البحر والتي تشاركها جزءا من أراضيها، تحتاج سحالي البازيلسك إلى أن تكون قريبة من الماء، وستكون في قائمة طعام الراكون إن لم تكن سريعة وزليقة.
يرتبط الراكون آكل السلطعون بصورة متأصلة بالغابات المطيرة الاستوائية، حيث يبحث دائما عن الأراضي الرطبة والمستنقعية. ولكن بجانب ذوقه المائي فهو متسلق ماهر، مما يسمح له بالتغذي على الفواكه والحشرات كذلك. لكن وجبته المفضلة هي دائما سرطان البحر والروبيان. الراكون حاذق للغاية، فبمجرد نزع سلاح الفريسة عن طريق كسر مخالب السلطعون يمكنه التعامل معها بسهولة وغسلها مراراً وتكراراً. من المعتقد أن ترطيب وغسل طعامه مرتبط بحاسة اللمس لديه، فعند لمس طعامه يتأكد الراكون من أنه مناسب للأكل وخال من الأشواك والعظام وغير ذلك من المفاجآت غير السارة. الظروف البيئية للغابات المطيرة جعلتها جنة للحشرات. في الواقع الحشرات هي المالك الحقيقي للغابة. لقد عثر على أكثر من 6000 نوع مختلف من الحشرات تعيش في هكتار واحد من غابة أمريكا الوسطى. لكن عندما يحل الظلام يحين وقت الضفادع. مزيج من الأمطار والحرارة مسؤول عن الحفاظ على مستويات عالية من الرطوبة. هذه الرطوبة الدائمة هي التي تسمح للضفادع بأن تحتل بيئات متباينة جدا داخل الغابة، وحتى إنها قد تبتعد عن الماء لوضع بيوضها. لذا نجد بيوضاً لمختلف أنواع الضفادع على مقربة من البرك الدائمة على أوراق النباتات. ضفادع الساعة الرملية هي الفقاريات الوحيدة في العالم المعروفة بوضعها لبيضها على اليابسة وفي الماء حسب الظروف المناخية. ولكن أينما تضع بيضها فإنها تأمل في حمايته من التهام الحيوانات المفترسة. لكن الخطر يتربص دائما. تتخصص أنواع مختلفة من الثعابين في العثور على بيوض البرمائيات وتبحث عنها في كل مكان. عندما تكتشف بيوضاً مغذية وضعت حديثاً تسعى لالتهام أكبر قدر ممكن من هذا البيض الملتصق اللزج. حتى مع هذا الجهد الكبير ستتمكن بعض البيوض من النجاة من الأكل، وقد تظهر بعض شراغف الضفادع الصغيرة من هذا التفريخ. تغلق الأفاعي والضفادع دائرة الحياة المرتبطة بالمياه والتي تكشف عن تعقيد وثراء غابات العالم الجديد المطيرة. حوالي 50% من الغابات الاستوائية المطيرة في الكوكب موجودة في الأمريكيتين. من جنوب المكسيك إلى جنوب البرازيل تزدهر إحدى أغنى الغابات وأقلها استكشافاً وشهرة.
وعلى الرغم من أنها تغطي أقل من 6% من سطح الكوكب، فإن العلماء يقدرون أن أكثر من نصف أنواع النباتات والحيوانات على كوكب الأرض، والكثير منها لا يزال غير معروف، تعيش هنا في هذه الغابات الاستوائية المطيرة.